بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الثاني. وليها نسل الحصيات فيفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الأولى. ثم يروي جمرة العقبة بسبع حصيات ويستقطر الوادي ويستقبل قبلة ولا يقف عندها. قالت عائشة أن جمرة العقبة ليس بعدها دعاء. يقول ابن القيم رحمه الله لأن الدعاء يكون في صلب العبادة، في صلب العبادة، والآن العبادة انتهت، إذا رمى الأخيرة انتهت العبادة. نعم، فلا يدعو بعدها. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث فيها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرات إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية ويطيل القيام ويتورع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. رواه أبو داود. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في وصف رمي النبي صلى الله عليه وسلم للجمار ووقته أنه بعد الزوال، الذين يرمون قبل الزوال يتعبون بلا فائدة ولا يجزيهم هذا الرمي لأنهم رموا في غير وقت الرمي، كما لو صلوا قبل الظهر، صلوا صلاة الظهر الضحى ما تجزي، صلوا صلاة الفجر بالليل ما تجزي، ما يجزي الصلاة إلا في وقتها، صلوا صلاة المغرب قبل غروب الشمس ما تجزي. كذلك الرمي إذا رموا قبل الزوال لا يجزي لأنه قبل الوقت. كثير من الجهال في هذا الوقت لا يبالون، يرمون في أي وقت لا يتقيدون بوقت، يرمون قبل الزوال، يرمون دائما بدون بصيرة وبدون علم، هذا لا يجوز. أفتى بعض العلماء المعاصرين بجواز الرمي قبل الزوال ولأجل الزحمة والخطر، ولكن هذه الفتوى باطلة، رد عليها أهل العلم وأنكروها، لأن هذا تغيير للعبادات عن وضعها الشرعي، والزحمة لا تبيح للناس أنهم يفعلون العبادة قبل وقتها، ولكن هناك رخص عند الحاجة إليها. التوكيل مثلا، التوكيل هذا رخصة، الذي لا يستطيع يرمي بنفسه بعد الزوال يوكل، يوكل من يرمي عنه. وحتى لو لم يرمي هذا اليوم، لو لم يرمي هذا اليوم وأخره إلى اليوم الثاني أو اليوم الثالث أجزأ هذا تأخير أيضا رخصة، لما تستطعت هذا اليوم أخره اليوم الثاني يكون هذا رخصة. كذلك ظهرت فتوى رمي بالليل، لأن الرسول لم يحدد النهاية وإنما حدد البداية، قالوا يجوز الرمي بالليل، والعمل عليها الآن عند الكثير فلا بأس، أيضا هذه من الرخص. أما الرمي قبل الزوال هذا لم يقل به أحد يعتمد عليه، لم يقل به أحد يعتمد عليه. أما التوكيل، أما التأخير، أما الرمي بالليل، هذه كلها رخص لها وجه في الشرع فيعمل بها الإنسان وتغنيه عن الرمي قبل الزوال. نعم. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الأولى بسبع حصيات ويكبر على أثر كل حصاة، على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ويسجد ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسجد ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ثم يرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. نعم. وروى أبو داود أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو بدعائه بعرفة ويزيد وأصلح أو أتم لنا مناسكنا. وقال ابن المنذر كان ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. كان ابن عمر إذا قال هذا عند رمي الحصى إذا قال الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا
ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا فلا بأس. نعم. وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يرفعان ايديهما في الدعاء اذا رميا الجمره ويطيلان الوقوف. وروى الاكرم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرا الرجل سوره البقره ويكون الرمي بعد الزوال بما سبق. قال جابر رضي الله عنه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. اخرجه مسلم. نعم. جمره العقبه تبدا بعد منتصف الليل ليله النحر. واما الجمرات الثلاث في ايام التشريق فتبدا من الزوال. هذا خاص بيوم العيد، الرمي قبل الزوال هذا خاص بيوم العيد فقط. نعم. الرمي عقبه رخصه لكل احد؟ الرخصه لكل احد، الرخصه تعم، لو وجدت الرخصه تعم. نعم. توكيل لكل احد رخصه لبعض. نعم. التوكيل هو حتى الرمي بالليل، اللي يقدر بالنهار يرمي بالنهار، لأن الرمي بالليل مختلف فيه، فكونه يرمي بالنهار هذا خروج من الخلاف. الرمي بالليل مختلف فيه هو محل إجماع، فالذي يستطيع يرمي قبل الغروب يرمي قبل الغروب، هذا أحوط له وأبرأ للذمة. أما إذا ما استطاع يرمي بالليل والحمد لله. نعم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حدد البداية ولم يحدد النهاية. نعم. القوي اللي معه ضعف. الرجل القوي اللي معه ضعف الأحوط له يرمي في النهار ثم يرجع مع الضعف. يكلفه لا بقى يجي مثلا نازل هو عند مزدلفة ويجي معها الزحمات يرمي لأنه قوي يرمي بعد الزوال، ثم يجيب النساء وضعفاء بعد هذا صعب عليه. أجعل عليكم في الدين من حرج إلا يرمي معهم والحمد لله. نعم. وقال جابر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس. دل على الفرق، دل هذا على الفرق بين الأيام، أنه في يوم النحر يرمى قبل الزوال الضحى، بل بعد منتصف الليل يرمى. أما بقية الجمرات فلا بد أن تقع بعد الزوال، لو وقعت قبله ما أجزأت ولا صحت. نعم. خرجه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. خذوا عني مناسككم يعني اعملوا في حجكم أعمال حجكم كما كنت أعمل. ومن ذلك أنه رمى بعد الزوال، فيجب ألا نرمي إلا بعد الزوال، فلو رمينا قبل الزوال ما أخذنا مناسكنا عنه صلى الله عليه وسلم بل خالفناه. نعم. أسأله ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، يعني في وقته وصفته وهيئته. وقتا وصفة. نعم. وقتا بعد الزوال والصفة كما سبق. نعم. لا نعلم في ذلك خلافا غير ما روي عن إسحاق. نعم. أسأله وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب وإن غربت الشمس وهو تعجل معناه أنه يخرج من منى اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر بعد الرمي، إذا رمى الجمرات بعد الزوال فإنه يخرج قبل غروب الشمس يرتحل من منى، قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. كثير من العوام يغلطون، يعدون يوم العيد هو اليوم أحد اليومين، ينفر في اليوم الحادي عشر، يقول قال الله تعالى فمن تعجل في يومين، ما فهم المسكين. يومين يعني من أيام التشريق وليس يومين بيوم العيد، يوم العيد ما دخل في أيام التشريق. كما أن بعضهم إذا وقف في عرفة ينصرف يسافر لأهله، ليه؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، خلاص أنا وقفت بعرفة والرسول يقول الحج عرفة. هذه استدلال العوام وهذا فقه العوام، خصوصا لو صار لهم شغل، هذا مشكل يعني، هذا تلاعب بالعبادة. نعم. نزل خارج منها
إيه يدخل منه إذا منه حصل له مبيت وهو ما متعجل يجب عليه يدخل في منه. نعم. إيه أخر سهل. نعم. فلا بد أنه يخرج قبل الزوال. فإذا غربت الشمس وهو لم يرحل غلبتنا البراد لمن غابت الشمس إن شاء الله أبشيل وبمشي. قلنا لا، إذا غابت الشمس وأنت ما تحركت يلزمك المبيت ويلزمك الرمي بكرة اليوم 13 بعد الزوال لأنك لم تتعجل. التعجل يكون قبل غروب الشمس. فإذا غربت وأنت ساكن نازل فإنه يلزمك المبيت لأنك لم تتعجل. نعم. فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب. لابد يرحل قبل المغرب. لو أنه حمل عفشه ومشى ومسكه أسرع غابت عليه الشمس وهو في منى يمضي لا بأس لأنه رحل، يقال أنه رحل. ولو غابت عليه الشمس وهو في منى بسبب الزحمة والسرع أنه رحل انتهى. لكن الكلام لو كان ما ارتحل وخلي خيمته وخلي يقول أتنى البراد وش الحاد أنا أشيل وقت الحر. إلا غابت الشمس وجاء البراد أبشيل. قلنا لا، إلا غابت الشمس وأنت ما هدمت خيمك ولا حملت عفشك يلزمك المبيت. نعم. والله ما أدري هذا ما ذكره، يحتاج إلى مراجعة المغني موسوعات الكبير. نعم. أين أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، فإن غربت الشمس فهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. وهو بمنى يعني لم يرحل ولم يهدم خيامه ولم، فهذا يلزمه المبيت. أما إذا كان حمل عفشه ومشى لكن مسكه أسرع فالصحيح والظاهر والله أعلم أنه لا يلزمه المبيت لأنه رحل، يقال أنه رحل متعجل. ولأن لو قلنا أنه يلزمه المبيت حصل على الناس مشقة، يعني ما حصل لهم يطلعون من ميناء على هواهم لأن السروات تمسكهم. نعم. الأمر فيه سعة ولله. وإن كان بعض العلماء ومن صاحب أضواء البيان شيخنا الشيخ محمد الشنقيطي يقول أنه إذا غابت عليه الشمس له محمل يلزمه يلزم، لكن هذا فيه نظر. نعم. أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من ميناء شاخصاً عن الحرم غير مقيم بمكة. نعم. أجمع أهل العلم أن دبرة. وإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل المغرب، وإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. نعم. قوله تعالى ومن تأخر، وهذا تأخر فيلزمه. نعم. أجمع أهل العلم أن لمن أراد الخروج من منى شاخصاً عن الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق إذا رمى فيه. فأما إن أحب أن يقيم المكة فقد قال أحمد لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم المكة. يعني كأنهم يستحسنون أن الرخصة للتعجل إنما تكون لمن يريد سفرا، أما من كان من أهل مكة ويريد الإقامة بمكة فالأحسن أنه ما يتعجل بل يتأخر لأنه يعني ما هو مسافر. مادام ما هو مسافر فلا داعي للتعجل، أما هذه رخصة للذي يريد سفر لأن التقدم ينفعه التقدم. نعم. فأما إن أحب أن يقيم بمكة فقد قال أحمد رحمه الله لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. كان مالك يقول كان مالك رحمه الله يقول من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين. لكن مفهوم أن الذي ليس له عذر أنه يبقى ولا يتعجل. نعم. من كان له عذر من أهل مكة فله أن يتعجل في يومين، وإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا. يعني إذا صار ما له عذر لا ما يتعجل. نعم. على هذا ما هم مثل غيره، على هذا الكلام ما هم مثل غيره. نعم. ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر رضي الله عنه من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آن
آل حزيمة إلا آل حزيمة فلا يفر إلا في النفر الآخر. قال ابن المنذر: جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر إلا آل حزيمة إلا آل حزيمة أي إنهم أهل حزم. وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد. عندك حزيمة ولا حزيمة أو حزيمة؟ نعم. ويحتج من يذهب إلى هذا بقول عمر: من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الأول إلا آل حزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر. قال ابن المنذر: جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر إلا آل حزيمة أي إنهم أهل حزم. وظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد. لعموم الآية، الظاهر أن الآية عامة لا أهل مكة وغيره. من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الآية عامة يدخل فيها أهل مكة. نعم. فظاهر المذهب جواز النفر في النفر الأول لكل أحد، وهو مقتضى كلام الفرقي وعامة العلماء لعموم قوله سبحانه: ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال عطاء: هي للناس عامة. الله أكبر. أبو داود وابن ماجه أن يحيى بن معمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام منا ثلاثة، ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل، التأخر أفضل لأنه أكثر عبادة، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل إنما تأخر، لكن التعجل جائز لا إثم عليه. نعم. قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه سفيان. وقال وكيع: هذا الحديث أم المناسك. نعم. ولأن أهل مكة وغيرهم سواء في سائر المناسك فكذلك في هذا تعجل يعني. نعم. وإذا أحب التعجيل في النفر الأول خرج قبل غروب الشمس، فإذا غربت قبل خروج لم يجز له الخروج. وقوله سبحانه: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه واليوم اسم للنهار. نعم. وقال ابن المنذر: ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. نعم. مسألة: فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. فإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته. نعم. وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر. فإن لم يكن له شعر. لا، الصحيح أنهم سواء، القارن والمفرد والمتمتع كلهم ينتهي حجهم في اليوم الثالث عشر إذا تأخروا، أو اليوم الثاني عشر. وأما أنه يخرج إلى التنعيم ويأتي بعمرة فهذا لم يفعله أحد إلا عائشة رضي الله عنها، لما ألحت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت أحرمت متمتعة ولكن جاءها الحيض وبقي معها إلى يوم عرفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج تدخله على العمرة تكون قارنة، فدخلت عمرتها في حجها، بينما الصحابة أخذوا عمرة قبل الحج ثم حجوا، فشق ذلك عليها، تقول: كيف الناس يذهبون بعمرة وحج وأنا أذهب بحج فقط؟ وألحت على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيها لحجها وعمرتها،
لكنها لم تطب نفسها بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب بها إلى أدنى الحل وهو التنعيم، تحرم منه بعمرة لإلحاحها في ذلك ولأجل تطيب نفسها، ولم يكن هذا عاما لكل الناس، بدليل أن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، لم يكونوا يفعلون هذا، وإنما هذا خاص بعائشة رضي الله عنها. هذا هو الصحيح في المسألة. نعم. وإن كان متمتعا أو قارنا فقد انقضى حجه وعمرته، وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة ثم أتى مكة فطاف وسعى وحلق أو قصر. هذا ليس عليه دليل إلا قضية عائشة، مع أن عائشة كانت قارنة، ليس على هذا الدليل. نعم. فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه، وقد تم حجه وعمرته، لأنه قد فعل أفعال الحج والعمرة. يعني الحلقة والتقصير من مناسك الحج والعمرة، مناسك الحج والعمرة. والحلق معناه إزالة الشعر بالموس نهائيا، والتقصير معناه قص الشعر. لكن لو كان إنسان ما له شعر، إنسان أصلع ما في شعر براسه، هو الآن حاج ولا معتمر، ماذا يعمل؟ يمر الموس على رأسه، يمر الموس على رأسه ولو لم يكن فيه شعر، لأن هذا هو المستطاع، قوله تعالى اتقوا الله ما استطعت. أو كان إنه مثلاً معتمر عمره قريبة وحالق الرأس فيها، أو حاج وحالق الرأس ولا بعد نبت وجاب عمرة ثانية، ما فيه شعر الآن، كيف يعمل؟ يمر الموس على رأسه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. مسألة، وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. عمل القارن مثل عمل المفرد سواء، لكن القارن نوى عمرة وحجا، نوى نسكين، أما المفرد فإنه نوى نسكا واحدا وهو الحج، فالفرق بالنية. ثم أيضا القارن يجب عليه فدية لأنه جمع بين نسكين، وأما المفرد فليس عليه فدية، هذه الفروق بينهما. وإلا من ناحية العمل عملهما واحد. نعم، لأن أعمال العمرة تدخل في أعمال الحج بالنسبة للقارن. نعم. وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، ولكن عليه وعلى المتمتع دم. هذا هو الفرق. نعم. المشهور على لأنه نوى نسكين والمفرد لم ينوي إلا نسكا واحدا. نعم. المشهور عن أحمد رضي الله عنه أن القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه من العمل أكثر مما يلزم المفرد، بل فعلهما سواء، ويجزيه طواف واحد وسعي واحد، سعي واحد بحجه وعمرته. نعم. نص عليه أحمد في رواية جماعة من أصحابه، وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي. هذا مذهب الحنفية، يرون أن القارن عليه طوافان وسعيان. نعم. ولكن عمل القارنين مع النبي صلى الله عليه وسلم يدل على القول الأول. نعم. وعنه أن عليه طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي ولم يصح عنه. نعم. واحتج من قال ذلك بقوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله، فتمامهما أن يأتي بأفعالهما على الكمال ولم يفرق بين القارن وغيره. وأتم الحج والعمرة لله، الآية في من تمتع، والله أعلم، في من أتى بعمرة وحدها وبحج وحده، فإنه يلزمه إكمال مناسك العمرة وإكمال مناسك الحج. أما من نوى عمرة وحجا قارنا بينهما، فإن العمرة الأصغر يدخل في الأكبر، يكفيه طواف واحد وسعي واحد، وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله الصحابة معه لما كانوا قارنين بين الحج والعمرة، لم يرد أنهم طافوا طوافين وسعوا سعيين.
نعم، وإنما هذا في حق المتمتع. يكفي النقل. وين وصلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله وإني أحبكم في الله جل وعلا، السؤال: ما حكم من بات في خارج منى في أقرب مكان لها، مثل مثلا المنام إذا جاء وقت المغرب حتى بعد منتصف الليل بسبب اصطحاب نسائه معه، ما حكم ذلك؟ قلنا إن الواجب المبيت بمنى، هذا هو الواجب. أما في النهار فالأفضل له أن يكون بمنى، الأفضل. ولو خرج في النهار إلى مكة أو إلى غيرها أو إلى العزيزية، خرج في النهار فلا بأس بذلك، لكن كن تاركا للسنة ويفوته فضيلة، لأن بقاءه في منى ليلا ونهارا عبادة. لكن الواجب هو الوجود فيها في الليل، أما في النهار فهذا السنة، إذا خرج في النهار لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكمة من رمي الجمرات؟ ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لذكر الله سبحانه وتعالى، أو ذكر لله، ذكر لله، هذا هو الحكمة فيه. كالطواف أيضا، يمكن تسأل تقول الطواف أيضا مش الحكمة فيه، وقل ذكر لله. السعي تقول مش الحكمة فيه، وقل ذكر لله، لأن الله أمرنا بذلك فنحن نفعل ما أمرنا الله به. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان معه نساء ولشدة الزحمة ولشدة الزحام ولخوفه عليهن قام عنهن، فهل عليه شيء؟ لا بس، إذا صار فيه زحام وخطر ويخاف على النساء من دخول الزحمة فإنه يتوكل عنهن ويرمي عنهن والحمد لله، لأن الخطر في هذه الأوقات خطر شديد لا شك. لكن لو أنها ما جاء وقت الزحمات أو أن تحين الأوقات التي يخف الناس فيها فلا، فهذا أحسن وأحوط. أو جاء بهم بعد المغرب أو بعد العشاء، لأن الرخصة معمول بها الآن، الرمي في الليل معمول به، فإذا جاء بنسائه في الليل ورمى بهم أحسن من أنه يتوكل عنهم في النهار. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس، والزحمة الشديدة، الزحمة الشديدة إنما هي في يوم 11، أما يوم 12 هذا ما في زحمة، اللي يجي بعد العصر ما يجد زحمة أبدا، لأن الناس رحلوا تعجلوا، واليوم 13 عاد ما في شيء أبدا، سهل جدا. فالزحمة تتكون في اليوم 11 فقط، هذا بإمكان الإنسان أنه ما يجي بعد الزوال ولا يجي بعد العصر، وإنما يأتي في الليل ويرمي. نعم. ها؟ ها؟ إذا كان يخاف عليها أو ما تستطيع المشي، يعني بعض الناس يصير منزله بعيد، يصير منزله بعيد عن الجمرة، والمرأة ما تنطح المشي مع الطرق ومع الزحمات، توكل وهي في الخيمة ما يخاف. نعم. ها؟ تقول هرم عني، هرم عني، أو تعطيها الجمرات تقول هرم عني، أو هو يقول لها برمي عنك تقول نعم لا بأس، يعرض عليها وتجيب نعم لا بأس. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يكون في النهار مكة ثم يذهب ليلة إلى منى لقضاء الليالي هناك، فما حكم ذلك؟ هذا قلنا أنه تارك لسنة، ما دام أنه يجي بالليل ويبيت في منى أدى الواجب، لكن كونه في النهار يخرج عن منى ويصير في مكة أو في العزيزية يفوت عليه فضيلة ويفوت عليه سنة، لأن يعني الأفضل والأكمل أن يكون أيام التشريق ولياليها كلها في منى. نعم. بالنسبة لمنى المدينة، بات إلى منتصف الليل بعد المنتصف
لا بأس، أقل حد في المبيت إلى منتصف الليل. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعاء بين الجمرات خاص بالرجل أم بالرجل والمرأة؟ عام للرجل والمرأة، لكن يكون في محل ليس فيه زحمة يخرج من الزحمة، ولا الدعاء عام للرجل والمرأة، لكن بدون اختلاط، بدون تكون المرأة على حدة بعيدة عن الاختلاط بالرجال. نعم، إذا أمكن، وسنة يعني، ما هو بلازم، هو سنة، وفي وقتنا هذا ما يتمكن منه إلا القليل بسبب الزحمات والأخطار. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، البعض كان يقف عند الجمرة الوسطى إلى الجهة الإسفلتية من الشاخص ويصرف الناس إلى الجهة المقابلة ويقول إن رميه من المكان الذي يقف أمامه لا يجزئ وعليهم الإعادة. مو صحيح هذا، ليس صحيح، أن الجمرة من أي جهة رميت أجزأت ولله الحمد، ولذلك هي مدورة على شكل دائري من أجل الناس يتوسعون في الرمي، فمن أي جهة رماها أجزأ هذا ولله الحمد. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الرمي لحجارة من الإسفلت أو الإسمنت التي قد توجد من بقايا جمرات في منى؟ لا تبسي القطعة من الإسفلت أو من الإسمنت، ما تجزي في الرمي، لا بد أن يكون الرمي بحصى، الحصى معروف، غيره لا يجزي، لا من الإسمنت ولا من الإسفلت ولا من الزجاج ولا من الحديد ولا من الرصاص ولا من الذهب ولا من أي شيء، ما يجزي، ولا من الخشب، لا يجزي إلا حصى فقط. نعم. قل فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الأفضل للعاجز الرمي بنفسه في الليل أم التوكيل بالنهار؟ والله كونه يرمي بنفسه في الليل أفضل، كونه يرمي بنفسه في الليل أفضل، يعني قبل طلوع الفجر، أما إذا طلع الفجر انتهى الرمي، لأن الليل انتهى، المساء ينتهي، بطلوع الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم من رمى قبل الزوال ثم عاد لبلده؟ يجب عليه فدية إذا رمى قبل الزوال في أيام التشريق وعاد إلى بلده ثم تنبه أنه مخطي، تجب عليه الفدية، يعني يرسل دراهم إلى مكة مع أحد يثق به يشتري فدية يذبحها في مكة، وإن ذهب هو فهو أحسن، المهم أنه تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، سواء ذبحها هو أو ذبحها وكيله، فإن كان لا يقدر سبب الفقر ما يقدر على شراء فدية يصوم 10 أيام، فإنه يصوم 10 أيام. نعم. لأن رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا وجب عليه فدية. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، لو وكلت المرأة غير محرمها هل يجزي عنها أم لا؟ نعم يجزي، الوكيل يجزي من كل حاج، سواء كان محرما للمرأة أو غير محرم. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، بعض طلاب العلم يقول إنه لا دليل على الخروج للمتعجل قبل الغروب. متعجل في يومين، واليوم ينتهي بالغروب. اليوم ينتهي بالغروب، هذا الدليل. هو اللي ما عنده دليل، هو اللي ما يعرف الدليل المسكين. أن الله تعالى يقول من تعجل في يومين، واليوم ينتهي بغروب الشمس. نعم. والصحابة أفتوا بهذا كعمر، مركم كلام عمر رضي الله عنه. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، هل الموكل في الرمي يرحل أم ينتظر حتى يرمي الموكلة؟ نعم. هل الموكل في الرمي يرحل أم ينتظر حتى يرمي الموكلة؟ الرحيل إنما يكون بعد رمي الجمار، الرحيل يكون بعد رمي الجمار، سواء رماها بنفسها أو بوكيله، أما أنه يوكل ويروح والضحى يرتح للضحى هذا خلاف المشروع، الرحيل إنما يكون بعد الرمي، سواء كان رمى هو بنفسه أو رمى وكيله. نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، ما حكمه إذا ترك ميقاته الأبعد من مكة
إلى الميقات الأدنى من مكة يكون عليه فدية. إذا تعدى الميقات مثلا أهل المدينة أو من جاء عن طريقهم تعدوا الحليفة وأحرموا من رابع يكون عليه فدية، لأن الواجب عليه أن يحرم من ميقاته، من ميقاته وهو ذو الحليفة الذي مر به، من مر بذو الحليفة وجب عليه الإحرام به منه سواء كان من أهل المدينة أو من غيره. نعم، إنما رابغ ميقات لمن لم يمر بالمدينة، من جاء من طريق الشام أو من طريق المغرب أو مصر ولم يمر بالمدينة هذا يحرم من الجحفة عند رابغ، أما الذي مر بالمدينة حكمه حكم أهل المدينة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصوم اليوم 13 بالنسبة لغير الحاج باعتباره من أيام البيض؟ أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا لمن عدم الفدية، متمتع إذا عدم الفدية يجوز له يصوم أيام التشريق، لقول عائشة رضي الله عنها لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة وقران، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، فهي أيام عيد، ويوم العيد حرام صيامه، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد، وأيام التشريق أيام عيد، لكن رخص لمن لم يجد الهدي أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، فإذا لم يصوم 3 قبل أيام التشريق يصومها أيام التشريق 11 و12 و13، هذه رخصة له خاصة فقط. نعم.